السلام عليكم الناس اللي عندهم لي بور دي لاتي ولا المسامات المفتوحه تبع معايا حاطين لك 300 يفيدك ما شاء الله باش تخلص نهائيا من هذا المشكل. الحاجه الاولى حنيطوايو لو فيزاج تاعنا، نغسلوا الوجه تاعنا، باش حنستعملوا لو جيل موسون اورياج ايزياك. دو فاصون حنخلي لكم لي فوتو هنا، ما تقلقوش باش ديروا كابتشر ديكرو. هذا سي كوا اكزاكتومون؟ هذا جيل موسون سبيسيالمون لابو ميكس ولابو غراس، البشره الدهنيه والبشره المختلطه حيكونوا عرضه لظهور حب شباب وشوائب في الوجه تاعنا. وشنو هما الشوائب؟ هما الرؤوس السوداء، المسامات المفتوحه، وحبوب الوجه، وحاجه واحده اخرى تقدر تبان على الفيزاج تاعنا. صح هذوك التيكات جال حيعاونوا باش نتخلصوا كاع من الرؤوس السوداء، حينقص لي نسبه الدهون في الفيزاج تاعي، مطهر للبشره مام اذا كان عندي حب شباب تحت الجلد يخرج يروح ويتنحى، ويزيد يعاونني باش يسيري هذوك لي بور ويزير المسامات ويغلق المسامات المفتوحه. كيفاش حنستعملوا؟ دو فوا باغ جو، خطره الصباح خطره العشيه، على وجه بشره تكون نظيفه بما دافي. نغسل الرغوه، كاين دي زاباري يستعملهم بنات ولا دراري باش تغسلوا الفيزاج تاعك. وزيد ما تغسلوش تمتم، سما خليه على البشره تاعك حتى لخمس دقائق، ومن بعد شلل بالماء خفيف خفيف، وكي تمسح بالسربيته ما تحكش وجهك، نشف بالعقل بالعقل، وخلي وجهك يقعد شويه اوميت، سما مليح يقعد وجهك شويه مشمخ باش ينشف عليه لو برودوي. دونك لو جيل موسون حنستعملوه يوميا، خطره الصباح خطره العشيه. كاين حاجه نعطيها لك تستعملها خطره في الاسبوع، اللي هي لو ماسك تاع اورياج ايزياك، لا ميم شوز. هذا عباره عن قناع نستعملوه على الفيزاج تاعنا، بعد ما تغسل بالجل هدايا في الليل بما دافي، تنشفوا مليح بشره نظيفه، دير طبقه رقيقه برك من هذا لو ماسك على الفيزاج تاعك، وتخليها تنشف حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد حتقشروا ديروا شغل بينيك، تقشر هذاك، تنحي هذاك الغلاف اللي يقعد ناشف فوق الفيزاج تاعك، وتعاود تخليها هكذاك خطره في السمانه مع العشيه قبل ما ترقد في الليل. دونك هدايا لازم تعرف باللي كي تستعمل اون كوش فين برك، دير طبقه رقيقه برك، ما كان لها دير طبقه خشينه، على خاطر اذا درت طبقه خشينه من لو ماسك حطول ما تشوفش في 15 دقيقه وتقعد تغنجق لك وتعود، يعني ماش تفيد. دونك سما دير طبقه خشينه ولا رقيقه، ليفيكاسيتي ماش تتبدل. دونك كي دير لاكوش فين 15 دقيقه ماكسيموم تكون نشفت وتنحيها، وكان دير طبقه خشينه تقدر تلحق حتى نص ساعه 45 دقيقه ووجهك مازال مشمخ وما ينشفش. دونك هذايا نستعملوه خطره برك في الليل مع العشيه على بشره نظيفه وجافه، خطره في الاسبوع. دونك نقطة واحدة أخرى باللي لو ماسك هذا راهو سبيسيالمون لي بوغ دي لاتي، المسامات المفتوحة. دونك بعد ما نكملوا هذا خطرة سمانة، وشنو هي الحاجة التروازيام اللي قلتكم عليها؟ كاين واحد لي ميرسيون ما عنديش أنا في لافارماسي، بصح تلقاوها راهي ديسبونيبل، تقدروا مام تكومونديو عند لي فارماسيا، عند لي يخدموا ديرمو كوسميتيك، لي برودوي ديرمو كوسميتيك. حنخلي لك لافوتو تاعها هنايا، هذه ايميرسيون تاني، ايميرسيون تاع اورياج ايزياك سبيسيالمون لي بوغ دي لاتي، نستعملوها يوميا خطره مع العشيه. سما واش عطيت لك؟ انا عطيت لك الجل موسو تستعمله صباح وعشيه، عطيت لك لو ماسك تستعمله خطره في الاسبوع، وعطيت لك ليميرسيون تستعملها تجي شغل كريم هكذا خفيفه تستعملها وين عندك لي بور ديلاتي برك، باش يقينا على كاع لو فيزاج، كميه قليله برك تمسحها برك جينيرالمون في لازون تي، تمسح برك وين عندك لي بور ديلاتي مسامك مفتوحه كل يوم مع العشيه، وحتشوف نتيجه ما شاء الله.